الشكر للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه الشكر لوزارة الداخلية، وتم تخصيص شكر خاص للعاملين بمديرية أمن الجيزة وعلى رأسهم قطاع البحث الجنائي لسرعة ضبط المتهمين في وقت قياسي جدا جدا، وضبط كل محتويات الشقة التي سرقها المتهمين سواء في مساكنهم أو سماء. ثواني عشان بس الواي فاي تمام، في مشكلة. تم ضبط أيضا كل محتويات الشقة كل ما تم سرقته من شقة اللواء الشهيد حسن العبيدي تم ضبطه لدى المتهمين، سواء أوراق مالية، سواء مستندات، سواء كافة كل المسروقات تم ضبطها وتم تحريزها لدى النيابة العامة، وهي الآن بين يدي القضاء المصري. وأعتقد أن في جلسة الغد بكرة سيواجه المتهمين بكافة الأحراز التي تم ضبطها لديهم. المتهمين خمس متهمين، عايزين حضرتك توضحهم لينا ودورهم إيه في القضية. الخمس متهمين هم أربعة يشكلون أسرة واحدة وفتاة معهم التي أخفوا لديها المسروقات. الخمس متهمين منهم فتاتان شقيقتان من الأم، وده بيخلينا نوجه رسالة يا جماعة، التفكك الأسري بيؤثر على أبنائنا، ولذلك الانحراف الذي حدث نتيجة التفكك الأسري. الفتاتان تزوجتا من شخصين لهما سوابق كثيرة ومعتادي الإجرام، وأقنعوا بعض الأربعة بأن هم يذهبوا إلى شقة الرجل الثري. هم كانوا في بداية الأمر يعتقدون أنه سعودي الجنسية وليس يمني، ودي كل دي أقوالهم في القضية أن هم هيروحوا يسرقوا الراجل السعودي، وفعلا بالفعل خططوا لجريمتهم لسرقة محتويات الشقة وما لديه من أموال أو مصوغات ذهبية أو أشياء يستطيعوا بيعها بسعر كبير، وبالفعل ارتكبوا جريمتهم وعزموا العقد على قتل الشهيد عليه رحمة الله اللواء إذا ما حاول أن يقاومهم. وده اللي حصل بالفعل، إن هو لما قاومهم اعتدوا عليه اعتداءات بشعة، وأضافوا إلى تهمة القتل العمد والسرقة بالإكراه أضافوا إليها تهمة هتك العرض بأنهم جردوا المرحوم من ملابسه السفلية وهددوه بتصويره ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي للضغط عليه لإعطائهم مفاتيح الخزنة.